النبي عليه الصلاة والسلام قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فيكون معنى هذا الحديث أن ما لا يسع الإنسان أن يجهله لا يجوز له أن يدع العلم، يكون العلم في حقه واجبا. قيل الإمام أحمد رحمة الله عليه: ما الذي لا يسعه جهله؟ قال: مثل الصلاة، فهناك عبادات عينية ضرورية علمت من الدين بالضرورة لا يجوز لأحد أن يجهلها. أما ما زاد عن ذلك فإن طلب العلم فيه فرض كفاية، فالناس درجات، ولذا الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في تلقي العلم.